بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الثالث الإعدادي، مع أول درس في الوحدة الرابعة، وبيتكلم عن الحياة النيابية والحزبية ودور المرأة في العمل الوطني. نبدأ بأول حاجة، نعرف إيه هي كلمة الحياة النيابية. هو أن يقوم الشعب بانتخاب ممثلين عنه لإدارة شؤون البلاد في الحكم، وإضافة إلى سن وإصدار القوانين ومراقبة الحكومة. تطور الحياة النيابية قبل الاحتلال في عصر محمد علي من 1805 لحد 1849، أنشأ محمد علي عدة مجالس استشارية، يعني ملهاش أي قيمة لا سلطة لها، منها مجلس المشورة والمجلس العالي. في عصر إسماعيل أنشأ إسماعيل مجلس شورى النواب ديسمبر 1866. في عهد الاحتلال البريطاني في المرحلة الأولى تم إنشاء مجلسين استشاريين، هما مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية. في المرحلة الثانية من سنة 23 إلى سنة 52 فيها صدر دستور 1923، واللي تضمن حرية تكوين الأحزاب السياسية وإنشاء برلمان يمثل السلطة التشريعية، والذي تكون من مجلسين، هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ. الدستور هو الوثيقة الرسمية التي تحدد نظام الحكم في الدولة. البرلمان هو اسم يطلق على المجالس النيابية التي تتولى السلطة التشريعية. ثالثا، مرحلة ما بعد ثورة 1952 قامت الثورة بإلغاء دستور 1923 وتم حل الأحزاب. في عام 1956 صدر دستور جديد للبلاد عقب الثورة، نص على إن السلطة التشريعية هتكون في يد مجلس منتخب هو مجلس الأمة. وفي سبتمبر 1971 صدر دستور دائم بيؤكد على سيادة القانون واستقلال القضاء وإقرار مبادئ التعددية الحزبية، يعني يؤكد على إن القانون هنا موجود وإن القضاء مستقل وإن ممكن تعمل أحزاب زي ما أنت عايز. عامة في المرحلة الأولى من عام 1970 إلى 1974 كان الرئيس جمال عبد الناصر، ومن عام 1970 إلى 1971 كان الرئيس السادات، ومن عام 1981 ل 2011 كان الرئيس في ذلك الوقت حسني مبارك. دي الحكام اللي كانوا موجودين. سلطات الحكم في مصر: أولا عندنا رئيس الدولة هو رئيس السلطة التنفيذية. اتنين، السلطة التشريعية هو مجلس النواب ومدته 5 سنوات. السلطة التنفيذية هي الحكومة وهي رئيس الوزراء ونوابه، والإدارة المحلية هي المحافظ والأجهزة التنفيذية والمجالس المحلية. رابعا، السلطة القضائية هي المحاكم على اختلاف أنواعها. النقطة الثانية في الدرس بتتكلم على تطور دور المرأة في العمل الوطني. قبل ثورة 1919 في عهد الخديوي إسماعيل استجاب لدعوة رفاعة الطهطاوي وأنشأ أول مدرسة لتعليم البنات، هي المدرسة السنية بالسيدة زينب حاليا. كما تم تأسيس صحافة نسائية تدافع عن حقوقها، حيث أصدرت جميلة حافظ أول مجلة نسائية مصرية هي الريحانة، التي تحولت إلى جريدة بعد ذلك. مرحلة ما بعد ثورة 19 حتى ثورة 23 يوليو شهدت نهضة نسائية رائدة في كافة المجالات. شاركت المرأة لأول مرة في المظاهرات في ثورة 19 بعد نفي سعد زغلول. كما تشكلت لجنة الوفد المركزية للسيدات عام 1920 وانتخبت هدى شعراوي رئيسا لها. كما التحقت المرأة بالجامعة المصرية عام 1928 هي جامعة القاهرة. ثلاثة، مرحلة ما بعد ثورة 23 يوليو عام 1952 الفترة الأولى من 52 إلى 71 فيها حدث الآتي: حصلت المرأة على حق الانتخاب والترشح في دستور 1956 وأصبحت عضوا بالبرلمان المصري. كمان تقلدت وظائف وكانت أول وزيرة للشؤون الاجتماعية هي حكمة أبو زيد. كما شاركت المرأة المصرية في النقابات العمالية والمهنية والمنظمات الغير حكومية. في الفترة من عام 71 إلى عام 1981 عين الرئيس السادات الدكتورة عائشة راتب وزيرة للشؤون الاجتماعية سنة 71. كما شاركت المرأة في الحياة النيابية، حيث شغلت آمال عثمان منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية وقتئذ، وشهدت منصب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب. في الفترة من عام 1980 حتى الآن تميزت هذه الفترة بتغيرات جوهرية بهدف النهوض في المرأة، فتم إنشاء المجلس القومي للمرأة. ثالثا، منظمات المجتمع المدني. إيه هي؟ دي مجموعة من المنظمات تضم جمعيات، مجتمعات محلية ومنظمات غير حكومية ونقابات عمالية وجمعيات خيرية. أهميتها إنها تعد عنصر فعال أو من عناصر فعالة في تقديم الخدمات الاجتماعية وتنفيذ برامج التنمية كمكمل للعمل الحكومي، يعني بتساعد الحكومة. من أنشطة منظمات المجتمع المدني تثقيف المواطنين وتعريفهم بحقوقهم السياسية، إزاي يصوت، إزاي ينتخب، إزاي يرشح،
توضيح علاقة المواطن بالدولة وإزاي يعبر عن حقوقه وواجباته، بتوفر مناخ لتحقيق الوحدة الوطنية من خلال توعية الأفراد بنبذ العنف، بتدعم السياسة العامة للدولة ومواقفها من القضايا الدولية مثل محاربة الإرهاب وحماية البيئة. كده يعتبر درسنا انتهى، بتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.